فيما بين أبناء هذا الشعب، الشعب الواحد. للعام الثاني على التوالي زارت لجان إفشاء السلام عددا من قرى النقب مسلوبة الاعتراف ضمن مشروع تهادوا تحابوا، الذي يهدف إلى تعزيز قيم السلام في ظل آفة العنف المستشري في المجتمع العربي في الداخل. هذا يحدث للمرة الثانية للسنة الثانية على التوالي هنا في النقب. هذا ضرورة ليس فقط في النقب إنما في كل مناطق البلاد، أن ندعو إلى المحبة وإلى التآخي وإلى الإلفة، خاصة في هذه الأجواء التي تحاول فيها إسرائيل والمؤسسة الإسرائيلية أن تسعر من خلافات وأن تدفع بالإجرام إلى ساحاتنا وإلى بيوتنا وإلى أولادنا. وانطلقت جميع الأقاليم من لجان إفشاء السلام من الجليل والمدن الساحلية والمثلث من اللقية في زيارات للقرى مسلوبة الاعتراف، حيث قام الناشطون بتوزيع حقائب مدرسية وقرطاسية وألعاب وطاقة شمسية لتوليد الكهرباء في بعض القرى. اليوم كان عرس النقباوي تحت شعار تهادوا تحابوا الثاني على السنة الثانية على التوالي. جاءوا إخوتنا تحت اسم لجان إفشاء السلام في الداخل الفلسطيني لكي نتجول على أهلنا في النقب ونقدم لهم الهدايا المتواضعة لكي نركز على معنى الحب والود والأخوة والصفاء. شاركنا هذا اليوم في مشروع بيختب من الأول. شاركنا هذا اليوم مع لجنة السلام إفشاء السلام القطرية برئاسة الشيخ رائد صلاح في جولة على قرى النقب المعترف بها والغير معترف بها. هذا المشروع الذي أكثر ما نحتاجه في مجتمعنا العربي لإحياء قيم التسامح والتعاون. وأكد القائمون على المشروع أن الفعاليات والهدايا تأتي في سياق تعزيز إفشاء قيم السلام في الداخل الفلسطيني، ومن أجل التكاتف للقضاء على جائحة العنف، ومن أجل السلم الأهلي والتعاون للحفاظ على النسيج الاجتماعي. مواطنين من الدرجة